شنت مرافق الجيزة حملة إزالة للتعديات على أراضي الدولة عن طريق الواحات في طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر، وشارك في الحملة بجانب قوات الشرطة أفراد من القوات المسلحة، وأسفرت عن إزالة عدد من الأكشاك المخالفة للقانون. احنا حملة مكبرة هنا باشتراك مع اخواتنا القوات المسلحة ازالة التعديات في المدن الجديدة. شايف حضرتك دي كلها مدن جديدة استولى عليها بعض الخارجين على القانون واقاموا فيها بطريقة عشوائية وعملوا عشش واستولوا على املاك الدولة. فاحنا بيتم تصحيح الوضع، بيتم ازالة التعدي على املاك الدولة، وبيتم التعامل مع كل المخالفات القانونية، وده بتوجيه من السيد الوزير والسيد مساعد الوزير ومدير امن الجيزة.